مساءكم خير في فقرة جديدة من علاوات القانون ببرنامج على السيف. اليوم ببلش معاكم بروح مريم المؤمن، عندي باخذكم أو باخذكم معي بحش قانوني. طبعا سمعتوا عن المشهورة ببرامج التواصل الاجتماعي اللي أساءت إلى المتحجبات، طبعا تم توجيه 3 بلاغات ضدها على أساس أنها هي أساءت للمتحجبات من ضمن الجرائم الإلكترونية، مع أني أنا أشوف أن هي كانت يمكن خانها التعبير، كانت تقصد أحد البنات اللي غلطوا عليها، ولكن خانها التعبير وعممت. أيضا تشوفون في مشهورة ثانية أيضا بالإنستغرام وقفها شرطي سحب إجازتها، كانت تقول لحبيبي واسطاتي الطوف القمر. طبعا الإساءة والإهانة اللي قاعد توصل حق الموظف أثناء تأدية عمله تختلف من موظف ليه موظف. الموظف العادي إذا كان في إساءة قولية أو فعلية 3 أشهر، إذا كان شرطي توصل لحبس 6 أشهر، إذا كان رجال القضاء توصل لحبس سنة. طبعا إذا كان القول والفعل تحولوا إلى عنف طبعا تتدابل سنوات الحبس. أيضا شفنا حكم الطالب اللي حرق المدرسة، الحمد لله المحكمة قامت بإخلاء سبيله، بس في نقطة حابة أني أنا أعرفكم عليها. تدرون أن إتلاف أغراض الغير ممكن أن هي تسبب لنا حبس سنة 6 أشهر 3 أشهر من هالأمور، ولكن تدرون إذا تم إتلاف أحد المرافق العامة ممكن يوصل فيها الحبس إلى مؤبد، ولكن في حالة القصر المؤبد ينزل ل 15 سنة. طبعا آخر قضية وهي المضحك المبكي، يمكن وصل لكم فويسات بالواتساب عن وحدة قاعدة تحاكي براضي، وشفنا الهاشتاغات موجودة بتويتر على يعني المسامع الجميع. الله يسلمكم، البنت اللي قاعد تخاطب براضي وتعترف اشكرها انها مارست معاه الفاحشه بمبلغ جدا بسيط، طبعا هني قاعد نتحكى عن تحريض على الدعاره والفجور وممكن يوصل الحبس لها الى 2. اخيرا واخر قضيه اللي هي بنتحكى فيها عن موضوع اليوم اللي هي قضيه اللي ربحها اللاعب مساعد ندى ضد نادي السالميه وكسب مبلغ 120 الف كويتي مع 100 الف دولار. خلينا نطلع بهالتقرير ونرجع بتفاصيل اللاعبين. انتصرت محكمة الكويت للاعب نادي القادسية لكرة القدم مساعد ندى حكما قضائيا بإلزام نادي السالمية المعار إليه سابقا بدفع مبلغ 120 ألف دينار كويتي، وذلك من أجل الحصول على مستحقاته من نادي السالمية خلال فترة إعارته خلال الموسم الكروي 2015-2016. هذه القضية أصبحت جدل الشارع الرياضي، ولا سيما أن القضاء أنصف اللاعب مساعد ندى، ولكن هناك الكثير من القضايا التي رفعها لاعبون كويتيون ولا تزال عالقة في أروقة المحاكم بانتظار الأحكام النهائية. شوف 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 رأسية مساعد، المتابعة صح، تاركين دفاع السالمية، تاركين دفاع السالمية. طبعا للأسف اللاعبين عندنا بالكويت أو اللعبة الكويتية كلها خلصنا من موضوع الإيقاف، أو يمكن للحين ما خلصنا، ودشينا بقضايا بين اللاعبين وبين الأندية. روح اللعبة الرياضية انتقلت من الملاعب لقاعات المحاكم. قاموا اللاعبين عشان يحصلون على حقوقهم قاموا يلجؤون للمحكمة علشان أولا يحصلون على استغناء، لأن ييلك النادي ويقولك أنا ما راح أعطيك استغنائك ولا خليك تنتقل إلى نادي ثاني إلا لما طبق الشروط المعينة أو غيرها، على الرغم أنه هو ما بينه وبين النادي أي عقد، يوم كان هالطولة يوم كان قاصر وقع أو تسجل اسمه بالهيئة، وهذه تدبيسة وكوني تدبيسة. إنزين يلجأ للمحكمة علشان يقدر يحصل على استغناءه. أيضا في حالة الإعارة من نادي لنادي، المبالغ اللي يدش فيها النادي الأصلي اللي قاعد يعير النادي إلى اللاعب إلى نادي ثاني، أيضا النادي يتدخل بالمبالغ والنسبة المئوية اللي يتحصل عليها اللاعب. ثانيا عندنا موضوع الاحتراف الجزئي، جاءت الهيئة وقالت انه يبقى صندوق اللاعبين او الاحتراف الجزئي اللي موجود بالانديه هذا غير قانوني، اللي كان ينخصم من كل لاعب 100 دينار ويروح حق هالصندوق، مكافآت اللاعبين معروفه 500 دينار، كان ينخصم 100 دينار وتروح حق الصندوق، جات الهيئه قالت الصندوق هذا بكبره غير قانوني.
بعدين ايش قالوا؟ قالوا راح نرد لكم اخر 3 اشهر. زين ليش ما تردون لهم فلوسهم اللي من 2007 من يوم صدور قانون او صدور الصندوق هذا؟ ما رضوا طبعا يعطونهم لا النادي ولا الهيئه رضت ترد فلوس اللاعبين لهم، اضطروا الحين يلجؤون الى المحاكم. القضايا وايد كثيره، يعني انا تبرعت بفتره من الفترات حق اللاعبين وعندي فوق ال 100 لاعب بس رافعين قضايا علشان يحصلون على الاحتراف الجزئي. عندنا احد اللاعبين اللي ايضا كان ناوي يرفع قضيه بس اختفى ما ادري وين راح، اللي هو اتصال من اللاعب النادي العربي السابق الاستاذ محمد اشراق. الو الو، هلا محمد، شلونك؟ مساك الله بالخير. عاش من سمع صوتك. عاشت ايام ان شاء الله مرتاحه. تمام بخير. وينك محمد؟ سمعت بترفع قضيه وانحشت ما كلمتني. انا قضيتي ما يفيده الا محامي درب الزلق يا كيكي، ولا غيره ما يفيده. وين زين. قول لي محمد، شنو القضيه اللي كنت بترفعها؟ انا مو مره من المرات جيتك على يوم سمعت انك بتويتر كاتبه ان ترفعين قضايا على الاحتراف الجزئي ومش عارف ايش. وانت اعطيتني يعني نصائح وخذيت من نصائحك وقلت بالبدايه ما ابي ارفع لان بيتي هو. صحيح. بس لما شفت ان الموضوع لا تطور شوي انه يعني شيء حزب الخاطر لما تشوفين سنتين انت اخر سنتين بالنادي موجود وياهم بالكشوفات، اتفاجئ ان اسمي ينشال من الكشوفات كلها. اوكي. يعني انا اتجهت للقضاء. حلو. لانه خلاص يعني يوم استفسرت ان سبب ازاله اسمي ما حد اعطاني الجواب. ايه؟ الكل قام يتلكك لي بشغله. بس لما شفت ان الموضوع خلاص انه يعني من ادارتي ما منه فائده، طبعا سمو الامير الله يحفظه قال اي واحد يحس انه مظلوم يتجه للقضاء، وانا اتجهت للقضاء. قضيتي تكون شلون تشيلون اسم محمد شراغ وهو كان موجود عندك مسجل بالنادي مقيد، شلون انت تشيله؟ صحيح. الحين بعد ما شغل في اغلب ما قاطعك بالخير، في اغلب الناس على بالهم ان انا مثلا اعتزلت هو يحط انه ينشال، اوكي يحط انه ينشال، ينشال هالسنه اللي انا ما شاركت فيها، اما السنين اللي كانت بالنادي موجود والفتره الاحترافيه اللي كنت انا موجود فيها بالنادي ودزوا المبالغ، اتوقع ان انا كنت موجود بالنادي واسمي كان موجود. صحيح. لو اسمي ما انت شلته لو ما كان موجود يعتبر انت المباريات اللي محمد شارك فيها يعتبر انت هذا رايي يعتبر انه انسحاب لان انت محمد كان موجود، شلون تشيل اسمه؟ صحيح. إيه؟ هو الحين بعد حصول مساعد ندى على الحكم اعتقد شجعكم زياده بعد. لا لا مو مساعد شجعنا، مساعد في مبلغ مادي طالب فيه نادي السالميه على اللي قاعد اشوفه يعني. اي ورفع قضية وكسب القضية انه يطالبهم 120,000. صح. هو مساعدك عنده عقد بينه وبين النادي. اي اي واحنا في عقود بيننا وبين النادي عن طريق الهيئة، الهيئة شلون تصرف لك المبالغ؟ في عقد بالفترة الأخيرة دزوه حق الأندية، الأندية قامت وقعت العقود اللاعبين. أي. يعني حتى هم أصروا قالوا اللي ما يوقع العقد ما راح ينزل له شيء. صحيح. واجبروا اللاعبين على التوقيع ووقعنا العقود وفي العقد يعني موجود. هل تعتقد العقد قاعد يحميكم محمد؟ افضل من الوضع السابق؟ والله هو اذا في عقد تقدرين انت محاميه وتعرفين اذا في عقد يربطك ويا جهه معينه راح تاخذ حقك، اما اذا ما في عقد مثل الموضوع بس ان اللهم الهيئه تعطيك الفلوس، اتوقع ان اللاعب ما اتوقع انه يقدر يرفع قضيه اذا يوم من الايام خذ حقك. صح. هل كانت العقود يعني فورمه ثابته كلكم توقعون عليها ولا كان في مفاوضات بينكم وبين النادي؟ لا 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 هم شنو العقود هذه ما تشمل المحترفين الاجانب اللي جايين من برا. حلو. العقود حق الكويتيين الموجودين بالنادي منهم مسجل بالكيش هو اللي ينصرف له الاحتراف الجزئي. حلو. بالفتره الاخيره اتوقع اخر 3 سنوات الهيئه مثل كانت بتحرص لما سمعت انه في اختلاسات ببعض الانديه وهذا. صحيح. قالت عشان انا امنع الحرج واستفيد انا من اللاعب وفلوسه تنزل له قاموا وقعوا عقود اللاعبين، واتذكر انا الفتره الاخيره انبلت طلبوا مني بطاقتي المدنيه وجيت وقعت على الاوراق ان هذا الاحتراف الجزئي، اما في لاعبين ثانيين ما يوقعون. منو اللاعبين اللي ما يوقعون؟ اي اللاعبين اللي مثلا الكويتيين بس تلقينا اللي يمكن فتره من فترات مرت عليك لاعبين راحوا عمان راحوا قطر عشان ياخذون بطايقهم الدوليه. اي هذول يتخوفون يقول لك انا اذا وقعت عقد ويا مثلا العربي بالفتره الانتقاليه اللي جيته مثلا انا العب بنادي التضامن جيت العربي بعقد. هذا عقد الاحترافي اذا وقعته خلاص احتكرني النادي العربي اصير لاعب النادي العربي. يعني سلبيته اغلب اللاعبين اللي انتقلوا لنا بنادينا اتوقع ما وقعوا العقود هذه لانه خوف لانه يقول لك انا عندي بطاقتي
انا طلعت برا عشان اصير لاعب حر، الحين انت رديتني الديره هني، انت متوقعني اياي عاد ما سويت شيء انا. صحيح. مشكور محمد، ما قصرت على مداخلتك ونشوفك قريب ان شاء الله. يعطيك العافيه. يعني المشكله حتى الحين لما صار في توقيع بين اللاعبين وبين الانديه على عقود اللي المفروض ان هي تحمي اللاعب، يظل اللاعب في شك وفي عدم ثقه بينه وبين النادي للاسف. الانديه شنو المشكله اللي قاعده تصير؟ المشكله اللي قاعده تصير بالانديه ان هم اللاعب سواء كان موجود او غير موجود يدز كشف باسماء جميع اللاعبين اللي موجودين مسجلين عنده الى الهيئه عشان الهيئه تدز لهم المكافآت، وبالنهايه المكافأه هذه النادي له الصلاحيات انه ينزل المكافأه حق اللاعب اللي كان موجود وحاضر ولا الحق انه هو طبعا يستقطعها، ولكن للاسف انهم يدزون كشوف كامله للهيئه. فهني لازم يكون في رقابه من الدوله على الهيئه، ولازم الهيئه تراقب السجل الجداول اللي قاعد توصل لها من قبل النادي، لان النادي قاعد يدز كشوف غير حقيقيه. ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي بمواضيع ان شاء الله تهمكم وتهم جميع الشارع الكويتي.